الرافع. بطل الاعتزال هذول بطل وهذول وينهم؟ لما يكون بالمكانات ما يصير شباب. ها؟ وانا لي شهور لي اكثر من 3 شهور وانا راجع. ما ابغى ابعد عنك، ما هي على كيفك ابعد عنك. انت هنا موظف وانا هنا مواطن جاي راجع ابغى اوراقي. ابغى بطاقتي. تفضل اطبع لي بطاقتي. تفضل امسك اطبع لي بطاقتي. لو سمحت امسك اطبع لي بطاقتي. اخلاق يا حبيبي لك انا وهم معنا اخلاق. اسكن لازم يسوي عنده اخلاق يا اخي، لازم يسوي عنده روح رياضيه، صح عبد العزيز؟ جاء حب النموذج وبيتقدم على هذول كلهم. حبيبي هذول وينهم هذول؟ ليه ما تكون هنا ياخذون اوراقهم؟ يا اخي مثلك عبى وامسه قبل امسه، خلوا نموذج. شلون؟ انا وين ماني؟ ماني شغل، انا الحين واقف على راسك هنا، ماني طالع يا ماخذ بطاقتي. هذول قدامك ما قدمت. يا ماخذ بطاقتي انا طالع. اخوي ما قدمك قدامك. ها؟ ما اقدمك قدامهم، مريح راسك. حبيبي حبيبي قدامك قدامك ما قدامك قدام حبيبي مراجع. وينهم؟ وينهم؟ علمتك وينهم؟ وينهم وين؟ تنطبع بطاقتي هالحين. والله ما اطبعها. الوالد بخير، الوالد بخير، بالله اصبر حالك. شلونك مع عسكر؟ انا ما هي مشكلتي. وش بيبغى بطاقتي؟ اطبعوا لي بطاقتي. طيب قدام في لي 3 شهور وانا اركض وراكم. طيب في قدام تسرع. وش وينهم؟ اسرع وين؟ صار اسبوع عندنا هذول. صام اسبوع عندنا يا رجل. يتكلم هذا جالس واقف عندي يتكلم على الفاضي. اي صادق صادق اتكلم على الفاضي. الفاضي لي 3 شهور والنظام معطل. كل ما اجي النظام معطل. طيب وش بتخانق؟ ما خانق يا بعد روحي. اجل انا ما خانق. اجل الصوت اللي طالع وشه؟ وشه؟ الصوت اللي طالع. الصوت؟ اي ما ادري، يمكن صوت بقره واقفه برا. لا مدير ولا موظفين. وش سوى 3 شهور النظام معطل؟ لا يعني انت تدري النظام معطل؟ ما تصدقك، ليه 3 شهور تعطل النظام؟ والله من الاداره تكلمني مع الاداره. الاداره روح تفاهم مع الاداره. السلام ابو شيء ما قدمت السلام. ابغى بطاقتي. لا يا حبيبي السلام وينهم؟ ليه ما يتفاهم بالسلام؟ اهدى سلام خلص الموضوع. انا كله دقائق وخلص خالصين وماشي سهله الامور شوي. سهله نقول لي يا لحد اهدى. ليه لحد؟ اهدى اهدى اهدى. ما هو موظف ليه يقول لي ابعد عني هناك؟ حط ورقتك. ما حطها انا.